شاهد: ظهور طارق صالح في مصر ومصادر تكشف تفاصيل السفر المفاجئ، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. ظهر العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي في العاصمة المصرية القاهرة في سفرية مفاجئة. وبحسب الإعلام التابع له، قام العميد طارق صالح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بتأدية واجب العزاء في المرحوم الشيخ ياسر أحمد سالم العواضي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الذي وفته المنية مؤخرا بعد عمر زاخر بالنضال وخدمة الوطن وقضاياه. وقدم العميد طارق تعازيه إلى الشيخ رامي ياسر العواضي والشيخ زايد أحمد العواضي وأشقائهما خلال زيارته لهم إلى منزلهم في القاهرة، معبرا عن شديد أسفه للرحيل المفاجئ لشخصية وطنية بحجم ومكانة الشيخ ياسر، والذي يشكل رحيله خسارة كبيرة لليمن وللمعركة الوطنية، مثنيا على أدوار ومواقف الفقيد المشهودة في مختلف المنعطفات التي مرت وتمر بها البلاد.